السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم إخواني الطلبة في محاضرتنا لهذا اليوم اللي راح نتناول بها موضوع جديد اللي هو Modeling and Simulation of Transmission Line، نمذجة وتمثيل خطوط النقل. موضوع محاضرتنا لهذا اليوم خلينا نقول التايتل اللي هو Short Transmission Lines، تمثيلها والنمذجة لShort Transmission Line، خطوط النقل القصيرة. كمقدمة عن هذا الموضوع راح يتحدث لك هنا بالبداية، يقول انه the electrical power system main sectors are generation planets transmission line and distribution network. يعني انه بالنسبة لمنظومة النقل القدرة راح تتكون من 3 أجزاء أساسية: مرحلة التوليد، ومرحلة النقل transmission line، ومرحلة التوزيع شبكة التوزيع. هنا هذا الشكل رقم 1 راح يوضح لك هذه المراحل الثلاثة. فعندنا هنا هذه المرحلة الأولى اللي هي تشوف بها هنا عندك هذه الجنريترز، هي مرحلة توليد القدرة الكهربائية. بعد هذه المرحلة راح تجي مرحلة النقل، وهنا هاي مخليها على مرحلتين، ترانسميشن وسب ترانسميشن، خطوط نقل يعني رئيسية وخطوط نقل فرعية. وأخيرا راح نوصل إلى المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التوزيع، ونقسمها هنا إلى مرحلتين للتوزيع اللي هي primary distribution و secondary distribution، مرحلة توزيع يعني نقول ابتدائية ومرحلة توزيع ثانوية. المهم اللي راح يصير عندنا كتقسيم هو 3 مناطق، لأن هاي منطقة التوليد أي منظومة قدرة، وعندي هذه هنا منطقة التوزيع أو العفو منطقة النقل، وهنا عندي هذه منطقة التوزيع، توزيع القدرة الكهربائية على الأحمال. طبعا بين كل مرحلة ومرحلة من هذه المراحل الثلاثة أكو عندك محولات الربط حتى تسوي ماتشنج بالفولتية حسب الشروط أو المنطقة اللي راح نشتغل عليها. بالنسبة إذا نحكي هنا عن الوضع بالعراق، in Iraq transmission lines operates are 40 or 400 kV and 132 kV. بالنسبة للعراق عندي شبكات النقل القدرة الكهربائية تعمل بفولتيات 2، يا اما يعني شبكة ال 400 كي في او شبكة ال 132 كي في. طبعا هذه الشبكات اللي بالعراق هي طبعا القديمة 132، وال 400 هي الاحدث. راح تستلم القدرة من مرحلة التوليد، وهذه القدرة المولدة راح تربط إلى أما إلى شبكة ال 400 أو إلى شبكة ال 132 كي في. بعدين بعد هذه مرحلة النقل اللي هي ال 400 أو 132 كي في راح نجي إلى مرحلة التوزيع، وهي بها أيضا يعني خلينا نقول عدة أنواع. أكو عندك ال 33 كي في، أكو عندك ال 11 كي في، وأكو عندك حتى ال 66 كي في، بالإضافة طبعا إلى التوزيع للمنازل اللي هو راح يكون عند قيمة 0.4 كي في، 400 فولت أو 380 فولت. الشكل رقم 2 هذا راح يوضح لك المنظومة العراقية، والمخطط اللي يخص المنظومة بالعراق. إذا تلاحظ هذا الشكل راح يكون عندك هنا هذه مرحلة التوليد عن طريق محولات راح تسلم القدرة اللي ولدتها يا أما إلى منظومة ال 400 أو إلى منظومة ال 132 كي في. عندك هذه يعني بعض المولدات تسلم القدرة اللي ولدتها ال 132 والأخرى ال 400. من مرحلة ال 400 ومرحلة ال 132 نروح لمرحلة التوزيع اللي بعضها راح يكون عند ال 11 كي في، أو بعضها عند ال 33 كي في. وبعدين من ال 11 كي في مثلا راح تروح التغذية اللي نشوفها عندنا احنا أقرب شيء لنا بالمنازل، بعض خطوط النقل تشوفها بالأعلى الأعمدة مال الكهرباء. أكو عندك هاي 3 خطوط اللي هاي 11 كي في تنزل للمحولة، تحولها إلى 0.4 كي في يعني 400 فولت، وتوزعها على المنازل. فإذا هذه منظومة القدرة الكهربائية بالنسبة للعراق. إذا نجي نتكلم عن الآن خطوط النقل اللي هي موضوع محاضرتنا لهذا اليوم، فهذه خطوط النقل راح تقسم إلى خلينا نقول مركبات. هاي المركبات راح تكون عندك مركبة يعني مقاومية، ومركبة نقول حثية، ومركبة سعوية. منين جاية هاي المركبة المقاومية؟ أكيد من المقاومة الداخلية لخط النقل. هذا خط النقل هو مصنوع من مادة موصلة، سواء كان قد تكون نحاس، قد تكون الألمنيوم بالغالب،
أو نوع من أنواع السبائك، لكن مهما كان هو هذا الخط الموصل المادة المصنوعة منه، فأكيد بداخله أكو خلينا نقول مقاومة ريزيستنس لمرور التيار الكهربائي، فإذا هذه عندك مركبة أو ريزيستيف كومبوننت. عندك اندكتنس كومبوننت اللي هي ناتجة عن الحث اللي راح يصير بهذا الموصل، الموصل راح يمر بتيار أكيد راح يصير عندك بيه حث كهربائي. وأخيرا الكاباسيتنس اللي راح تتولد بهذا الموصل، سواء كان بين الموصل وموصل آخر أو بين الموصل هذا اللي راح يكون به يعني شحنة كهربائية، والأرض اللي أساسا أيضا قد تكون به شحنة كهربائية سالبة. فهذه المسافة بين هاي الاثنين أيضا يمثل لك فد يعني يعطيك فد كاباسيتيف كومبوننت. فإذا لما نجي نعبر احنا عن خطوط النقل راح نعبر عنها بهاي المركبات الثلاثة: مقاومات، محطات، متسعات. هاي المقاومات والمحطات المتسعات راح نعطيها كقيم ونوزعها بصورة يعني هنقول متساوية على خطوط النقل، على خطوط النقل، وبالتالي راح يظهر عندي هنا عامل آخر لي هنقول يتحكم لك بقيم هذه المقاومات والمحطات المتسعات اللي هو طول خط النقل. فقد ما كان عندك طول خط النقل يعني أكبر، قد ما راح تزيد عندك هذه القيم: مقاومات، محطات، متسعات. وقد ما كان خط النقل عندك يعني راح يكون أقصر، فبالتالي راح يعني تقل عندك قيم هذه المركبات الثلاثة، إلى درجة أنه بعض الأحيان ممكن أنه أنت تهمل بعض أنواع هذه المركبات. بصورة عامة خطوط النقل من حسب الطول يعني من حيث الطول تنقسم إلى 3 أنواع رئيسية، وهذه اللي يسموها short lines والميديوم lines واللونج lines. الشورت لاينز هي اللي حدود الطول مالتها تكون يعني أقل من 80 كيلومتر. أي شيء أقل من 80 كيلومتر بالمنظومة الكهربائية نعتبره هذا خط نقل قصير. وبالنسبة لي الميديوم لاينز اللي هو طوالها تكون ما يعني ما فوق 80 كيلومتر وأقل من 240 كيلومتر. أي خط نقل بين 80 كيلومتر و 240 كيلومتر هذا نعتبره خط نقل متوسط الطول. والنوع الثالث اللي هو اللونج تايم اللي هو لونج لاين اللاين العفو اللي هو تكون طول الخط لي أكثر من 240 كيلو متر، وهذا النوع الثالث هو اللي يسميه خطوط النقل الطويلة. أي خط نقل يعني مسافته أكثر من 240 كيلو متر هذا يعتبر خط نقل طويل. فإذا صار عندي هنا 3 أنواع من خطوط النقل. محاضرتنا اليوم راح تكون يعني تتكلم أول شيء بصورة عامة عن الموضوع، لأن راح نحتاج نرجع شوية لهندسة القدرة وبعض التفاصيل الموجودة في هندسة القدرة، بعدين نروح لعمل النموذج والسيميليشن لخط النقل. لكن محاضرتنا اليوم راح تكون خاصة بالنوع الأول من هذه الخطوط اللي هو الشورت لاين ترانسميشن. فنجي هنا نتكلم بالبداية بالنقطة 2 اللي هي ترانسميشن لاين ريبريزنتيشن. شلون راح نجي احنا نمثل خط النقل؟ بالعادة حتى نمثل خطوط النقل راح نمثلها باستعمال فتشي احنا سبق ان اخذناه او تطرقنا اليه بالثانية ضمن مادة تحليل الدوائر الكهربائية او ضمن مادة الالكترونيك اللي هو فتشي سميناه تو بورت نتورك، نقول الشبكات اللي ثنائية المنافذ. هذه الشبكات الثنائية المنافذ يعني راح تكون انت عندك اي منظومة او اي شبكة بها جهة ارسال وجهة استلام، سيندينج وريسيفينج. جهة الإرسال عندك أكيد أنت ككهرباء يعني فولتية ترسلها وتيار ترسله، فولتية الإرسال نسميها في اس وتيار الإرسال نسميه اي اس. هذه جهة السيندينج، سيندينج اند نهاية الإرسال. وبجهة الاستلام أنت أيضا عندك فولتية راح تستلمها فنسميها في ريسيفينج، واي وتيار راح تستلمه راح نسميه اي ريسيفينج. هذه بجهة الاستلام. زين، هذه التيارات والفولتيات من جهة الإدخال أو من جهة الإخراج أو من جهة الإرسال والاستلام راح تكون يعني أكو علاقات بيناتها. هاي العلاقات راح تكون كالآتي: الـ VS راح تساوي العلاقة خلينا نقول بين الفولتية مال الإرسال وفولتية الاستلام راح تكون هي A، نسميها A فترمز نعطيه احنا نقول هذا A. العلاقة بين فولتية الاستلام وتيار عفوا الإرسال وتيار الاستلام راح تكون هي V. العلاقة بين تيار الإرسال وفولتية الاستلام هي C، والعلاقة بين تيار الإرسال وتيار الاستلام
الريسيفنج هو دي. فإذا راح نخلي هنا كأنما أنت عندك معادلتين، إنه في إس تساوي لك الـ A في الـ VR زائد الـ B في الـ IR، والـ IS تساوي لك الـ C في الـ VR زائد الـ D في الـ IR. وهذين الـ A والـ B والـ C والـ D هذه كلها عبارة عن parameters، عبارة عن قيم، وهذه القيم تعتمد على شنو؟ تعتمد على قيم الخط النقل المركبات، الخط النقل اللي هي قلنا المركبة المقاومية والحثية والساوية، ولهذا تعتمد بالأساس قلنا نرجع مرة ثانية على طول خط النقل. إذا تلاحظ هنا بالشكل هذا رقم 3 راح يوضح لك الـ 2 port أو transmission line، مثلي كأنما هذا بوكس الآن مثل هو عبارة عن 2 port network، عندي هنا شبكة داخل هذا البوكس، ما أعرف شنو هذه الشبكة بداخلها، لكن بها عندي على أطراف هذه الشبكة عندي فولتية دا أرسلها اسمها VS، وعندي تيار دا أرسله أسميه IS، وبالجهة الثانية عندي أيضا تيار دا أرسله ما أسميه IR، وفولتية دا أرسله ما أسميها VR. زين، هسه حتى ما نخلط ويصير عندنا confusion بين فشي نسميه total series impedance و series impedance، فشي اسمه ال total series impedance للممانعة المتوالية الكلية والممانعة المتوالية per unit length لوحدة الطول، لوحدة الطول راح نيجي نعطيه كل وحدة برمز، فراح نقول لما نيجي مثلا نعطي small z، فسمول زد نقصد بيها اللي هي السيريز امبيدنس بير يونت لينث، اللي هي شقد راح تساوي لك ممانعة لكل وحدة طول. فدائما مثلا هاي الزد سمول راح تكون هي عبارة عن قيمة المقاومة زائد جي اوميجا ال، ونكون وحدتها هي اوم للمتر، للمتر او الكيلو متر بعض الاحيان تعطى. الواي هي راح تكون الادمتنس وتساوي لك، او الادمتنس طبعا دي بير يونت لينث، واللي راح تساوي لك الجي زائد جي اوميجا سي، وتقاس بالسيمنز للمتر او للكيلومتر، واللي هذا نسميها الشنط ادمتنس بير يونت لينث. فاذا هذه القيمتين الاولى والثانيه اللي راح نعبر عنها بالرمز السمول سمول زد او سمول واي، هذه راح تكون قيم امبيدنس وقيم ادمتنس للمتر للطول، قيم للطول، قيم لوحده الطول. زين، بالنسبة لي الكابيتال زد والكابيتال واي يعني ممانعة والادمتنس التوتال هذه، فراح تكون وحدتها دائما مثلا بالاوم اللي هي التوتال سيريز امبيدنس او التوتال شنط ادمتنس. شنو نقصد احنا بالتوتال؟ شنو نقصد بالسيريز امبيدنس بير يونت؟ احنا الان عندي خط نقل، ولنفترض انه انا عندي هذا خط النقل طول مالته هو 100 كيلومتر، فيعطيني دائما خط النقل يقول لي انه لكل خلينا نقول كيلومتر من خط من هذا الخط النقل اللي طوله 100 كيلومتر، لكل كيلومتر اكو عنده قيمه في المقاومه تساوي خلينا نقول 0.1 لكل كيلومتر، لكل كيلومتر قيمه المقاومه 0.1. فانا شلون اعرف قيمه المقاومه الكليه؟ راح اقول عندي 0.1 للكيلومتر واحد، وانا عندي خط النقل 100، فاضرب 100 في 0.1 راح تطلع عندي شقد؟ راح تطلع عندي معناتها 10 اوم اللي هي المقاومة مال خط النقل اللي طوله 100 متر. نفس الشيء اذا اريد اجي احسب الاندكتنس، نفس الشيء اذا اريد اجي احسب الكاباسيتنس، فهذه يسموها يعني امبيدنس بير يونت لينث، ممانعات لوحدة او تقاس مقارنة مع وحدة الطول. زين، بعض الاحيان قد يكون مثلا انت عندك هذا خط النقل يقول لك اللي طوله 100 متر، هذا المقاومة به الكلية خلينا نقول انطاكيها مباشرة 10 اوم، او قال لك انه هذه المحافة الكلية مثلا قيمتها 1.5 ملي هندر لهذا خط النقل وطوله 100 متر، فهذه نسميها ممانعة كلية لخط النقل. طبعا بالنسبة للمتسعات اللي راح تكون تربط دائما على التوازي بين خط النقل والارضي، او بين خط نقل وخط نقل اخر، فراح تعطى بالادمتنس يعني سماحية، او تعطى بمقلوب المقاومة او مقلوب الاكس، مقلوب الاكس مقلوب الرادة. اذا نجي نتكلم احنا حاليا عن الشورت والميديوم ترانسميشن لاين، هاي لها خاصية. ف
فيقول انه بالنسبه للشورت والميديوم لاينز هذه راح تكون عندك اللامب بارامترز هي اللي نستعملها بالتمثيل. شو نقصد باللامب بارامترز؟ انه احنا يعني نجمع كل المقاومه مال الخط كامل نجمعها كلها بقيمه واحده، يعني ما نعطي انه مثلا نفرقها يعني بخطوط النقل الطويله، لا نفرق مثلا قيمه المقاومه مثلا كل 100 متر. خلينا نفترض انا عندي خط نقل طوله 1000 متر من البصره للموصل، فهذا خط النقل حتى اجي امثله مثلا اخلي كل 100 متر اخلي قيمه مقاومه او قيمه الممانعه، كل 100 متر اخلي قيمه الممانعه مال خط النقل. هذه يسموها طريقه اليونيفورم ديستريبيوشن، توزيع خلينا نقول المتساوي لقيم الممانعه. لكن بخطوط النقل القليل القصيره والمتوسطه دائما نستعمل اللمب بارامترز اللي هي نجمع بها قيمه المقاومه كلها مال خط النقل بمكان واحد. هنا بالنسبه للشورت لاينز فالتفصيله خاصه بالشورت لاينز يعني ما موجوده لا بالميديوم ولا بال خلينا نقول اللونج لاينز. فبالنسبة لي الشورت تايم هذه الشنت كاباسيتنس المتسعات اللي راح تربط على التوازي راح تكون قيمتها صغيرة جدا، بحيث اني انا ممكن اهملها حتى تقلل لي من التعقيد اللي راح يصير بالدائرة والحسابات الرياضية اللي ممكن يعني تنتج عندي. فخط النقل القصير المتسعة او التأثير السعوي اللي راح ينتج عن هذا خط النقل يكون يعني جدا قليلة، فراح نهمل قيمة هذا المتسعة وراح يبقى عندي فقط بخط النقل القصير الشورت لاين راح يبقى فقط عندي سيريز ريزيستنس والسيريز اندكتنس المقاومة وفقط المحافة. لذلك يعني دائما نشوف انه بخطوط النقل القصيرة دائما نميل الى انه احنا نشتغل على شكل اللامب بارامتر، لان سواء انت يعني وضعت المقاومة والمحافة قسمتها على طول الخط او وضعتها كلها جمعتها بمكان واحد فراح يطلع عندك بالنهاية نفس الحساب أو نفس القيم، وراح يطلع عندك فرق هواي بين هذا القيم. إلى هنا تكلمنا عن خطوط النقل الشورت والميديوم واللونج والتفاصيل اللي تخص كل نوع تقريبا من عندهم بشيء من الإيجاز. إذا نجي الآن هسه نتكلم عن الشورت ترانسميشن لاين ونفصل بهذا النوع من خطوط النقل. بالنسبة للدائرة اللي موضحة بشكل رقم 4 فهذه الدائرة راح تمثل لك Short Length Transmission Line خط نقل قصير الطول. فإذا تلاحظ أنه هنا مثل ما ذكرنا قبل شوية أنه اللي راح نستعمله بتمثيل هذا الخط هي فقط Series Resistance والSeries Reactance، فقط المقاومة المتوالية والمحافة المتوالية. بالنسبة للمتسعة راح تكون مهملة، المتسعة اللي المفروض يعني بين خط النقل وهذا المتعادل راح تكون قيمتها يعني مهملة، فما نحتاج ان نربطها بخط النقل القصير. طبعا هذا راح يمثل لك حالة السنجل فيز، واذا تريد تمثل انت الكومبليتلي ترانسبورت ثري فيز لاين تمثل خط النقل اللي ثلاث خطوط يعني الثري فيز، فممكن انت ايضا تنفذ هذا الشيء باستعمال البالانس كونديشن، انه يعني نفس القيم نفس الممانعه هاي تخليها بالخط الاول بالخط الثاني بالخط الثالث وتكون عندك الخط متوازن في قيمه الممانعه كقيمه وزاويه متساويه بكل الخطوط الاول الفيز الاول والثاني والثالث. الزيت هنا هذه راح تمثل لك اللي مكتوبه هنا بالرسم تمثل لك السيريز امبيدنس اللي هي الممانعه الكليه لخط النقل هذا اللي راح يكون طوله طول قصير. زين هسه اذا تلاحظ انه هذا خط النقل الان هو عبارة عن مثل ما ذكرنا نقدر نعتبره كأنما هو يعني نتورك او تو بورت نتورك خط نقل او منظومة مكونة من منفذين، منفذ ادخال وهذا منفذ الاخراج. واذا تذكرون قبل شوية العلاقات اللي اخذناها اللي هي بين منفذ الادخال ومنفذ الاخراج اللي قلنا انه الفي اس VS راح تساوي لي قيمة الـ A في الـ VR أو فولتية الاستلام وزائد B في فولتية في تيار العفو تيار الاستلام الـ IR.
وبالجهة الثانية راح تكون عندك انه الاي اس الاي اس هذا راح يساوي لي السي في الفي ار زائد الدي في الاي ار. الان احنا نريد نجي نعرف شقد قيمة ال A، شقد قيمة ال B، شقد قيمة ال C، شقد قيمة ال D. فراح نجي شو نقول؟ راح نجي نقول انه حتى اعرف انا قيمة ال B، حتى اعرف العفو قيمة ال A هذه، راح اجي اعتبر انه عندي الطرف هذا، طرف الارسال او عفوا طرف الاستلام هذا، هو عبارة عن open circuit. فبالتالي اذا صار عندك هذا الطرف open circuit، راح نجي ناخذ حالة شرط من الدائرة، او هذا طرف الارسال راح يكون open circuit. فإذا صار عندك طرف الإرسال open circuit، معناته التيار راح يمر هنا بهاي الدائرة شقد قيمته؟ صفر. فبالتالي هذا الحد راح يصفر عندي من المعادلة، فراح يبقى عندي من المعادلة فقط ال A. فراح يكون عندك ال A، أو إذا أجي آخذ هنا قانون كيرشوف للفولتية، فراح يكون هنا عندك ناقص زائد زائد ناقص ال VR، فراح يطلع عندك قيمة ال A تساوي لي واحد، لأن ال VR هي نفسها ال VS. ما عندي اي هبوط بالجهد باي مكان. عندك ال VS هذه هنا، هذا المقاوم صح موجود موانع، لكن ما راح يمر بها تيار، قيمة التيار راح تصير صفر، لان يعني اوبن سيركت الدائرة. فال VS تساوي لك ال VR، وتقسم ال VS تقسيم ال VR راح يطلع ال A قيمته واحد. زين، بالنسبة لي ال B راح اجي اخذ حالة الشرط انه الدائرة الان تشتغل عندي بحالة الشورت سيركت. يعني وين اكو شورت سيركت؟ اكو عندي شورت سيركت وين؟ على جهة الإخراج هذا هنا. أكون عندي هنا الآن خليت شورت سيركت، فهالمرة إيش راح يصير؟ لما تخلي شورت سيركت بين هاي النقطتين، راح يصير عندك قيمة الـ V رفرنس هذه الفولتية على أطراف الشورت قيمتها صفر، فراح يصفر عندك هالمرة هذا الحد. إيش راح يبقى عندك؟ راح يبقى عندك الـ V. الـ V إيش راح يساوي لك؟ راح يساوي لك الـ VS على الـ IR. VS على الـ IR. الـ V إذن راح يساوي لك ال في اس على ال اي ار، الفولتية على التيار. زين، الفولتية على التيار هذا شنو هي؟ شو تساوي لك هذا القانون؟ ما يذكرك بشيء، قانون اوم اللي هو عبارة عن الممانعة. الممانعة اللي هي منو؟ الممانعة اللي هي هاي موجودة هنا، ممانعة الدائرة. فإذا ال بي راح يساوي لك الزد، أو ممانعة الدائرة. هذا سعرفنا ال A قيمته واحد، ال B قيمته راح تساوي لي Z. زين، بالنسبة لي المعادلة الثانية اللي هو ال IS يساوي لك C في ال VR زائد ال D في ال IR. زيد قيمة ال C، نفس الشيء راح أرجع مرة ثانية ألغي هذا الشورت وأخلي الدائرة مالتي الآن تشتغل كـ Open Circuit جهة الاستلام. فلما تشتغل عندي الدائرة هنا Open Circuit، ما عندي اي شيء مربوط من هاي النقطتين، يعني التيار اللي راح يمر هنا هو قيمته جيد راح يكون قيمته صفر، فراح يلغي عندك هذا الحد من المعادلة. فاللي يبقى عندك شنو؟ اللي يبقى عندك من عندك هو فقط السي السي وال في اي والاي اس. زين، بالنسبة لي السي الان اللي تمثل لك الكوندكتنس او المقلوب، لان الناس السي اذا ردت نحسبها السي راح تكون هي عبارة عن التيار، التيار على ال 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 في ار، تيار ال اي اس على ال في ار. زين، التيار هذا ال اي اس قيمته شقد؟ قيمته اذا كان هذا اوبن سيركت قيمته راح يكون صفر، يعني هو هذا لان قيمة ال اي ار هاي هنا صفر، صفر عندي هذا الحد، والاي اس هو نفسه هنا راح يمر بهاي الدائرة، فايضا قيمته صفر. فبما انه انت عندك بالبسط الصارف وعندك قيمة صفر، فاذا السي قيمتها راح تكون شقد؟ قيمتها راح تكون صفر. زين، بالنسبة لي الدي، الدي اللي هي العلاقة بين الاي اس والاي ار، راح المرة ارجع مرة ثانية ارجع هذا الشورت اللي مربوط بين هاي النقطتين، وراح اجي اقول انه بما انه صار عندك الفي ار على اطراف الشورت، فاذا هذا الحد راح الفي ار راح يصير قيمته صفر، وهذا الحد راح يصفر عندي،
وراح يبقى عندي فقط ال اي اس دي اي ار، فالدي راح يصير عندي قيمته يساوي لي الاي اس على الاي ار، الاي اس على الاي ار، وبما انه قيمة الاي اس وقيمة الاي ار هي نفس القيمة، يعني نفس القيمة هذا التيار هو نفسه راح يمر في دائرة متوالية، فاذا معناته انه دي ايضا قيمتها راح تصير واحد. اذا هسه من خلال قانون كيرشوف للفولتية قدرنا نعرف القيمة مالت الدي اللي هي قيمتها واحد، قيمة السي اللي هي قيمتها صفر، وقيمة البي اللي هو قيمة الزد، وقيمة الاي اللي هو قيمتها راح تكون واحد. فإذا المعادلة مالتي بالأخير راح تصير بالنسبة للقيم الـ A B C D بعد ما طبقنا قوانين كيرشوف راح تكون هي VS تساوي VR زائد Z IR، الـ A هنا قيمته واحد والـ B قيمتها الـ Z، والـ IS يساوي لك الـ C اللي قيمتها صفر فلغى الحد مالت الـ VR، وبقى عندك الـ C بقى عندك الـ D اللي قيمتها واحد مضروب بالـ IR، صار عندك IS يساوي لك الـ IR. إذا هذه هي المعادلات اللي تحكم خط النقل القصير. الآن إذا أجينا قارنا هذه المعادلات بالمعادلات اللي شفناها بالمعادلة رقم واحد والمعادلة رقم اثنين، راح يبين أن الآتي أنه عند قيمة الآي الأي العفو يساوي قيمة الدي وتساوي واحد مثل ما شفناها، وقيمة البي راح تساوي قيمة الزد، بينما قيمة السي راح تساوي قيمة الصفر. هذه الطريقة عرفنا قيم المتغيرات اللي عندي اللي هي الأي والبي والسي والدي. بعد ما عرفنا قيم هذه المتغيرات الـ A والـ B والـ C والـ D راح نجي نشوف شنو تأثير هذه المتغيرات. فيقول لك إنه تأثير هذه المتغيرات راح ممكن يعني يوصف التغيرات اللي راح تصير باللاين فولتج مع القيمة مالت اللاين لودينج، إيش قد راح يصير تغيير بالفولتية مالت الخط لما تجي تضيف الحمل مالت الخطوط. وهذا الشيء راح نقدر ندرسه من خلال دراستنا لعامل او لفاكتور معين نسميه الفولتج ريجوليشن. الفولتج ريجوليشن تنظيم الفولتيه اللي دائما يعني يختصر بالحرفين في ار. هذا شنو الفولتج ريجوليشن؟ هذا الفولتج ريجوليشن راح يقيس لي قيمه الريسيفنج اند فولتج، راح يقيس لي فولتيه الاستلام بحيث بين حالتين، يعني يقيس لي فولتيه الاستلام مالت الخط بين حالتين، حالة أول شيء النو لود إنه ماكو أي حمل مربوط على هذه النهاية، والحالة الثانية عند قيمة فول لود يعني قيمة معينة من الباور فاكتور وعند قيمة معينة من السيندينج فولتج يعني تكون ثابتة أيضا ما تتغير. هذا اللي يسميه الفولتج ريجوليشن. إذا الفولتج ريجوليشن نعيد هو عبارة عن الطريقة اللي راح نقدر نقيس بيها تأثر يعني فولتية الخط بالحمل اللي راح يكون مربوط على هذا الخط. هذا سميناه فولتج ريجوليشن، وهذا الفولتج ريجوليشن نقيسه من خلال الفرق بين الفولتية مال جهة الاستلام بدون الحمل والفولتية مال جهة الاستلام مع وجود الحمل، لكن بشرط ان يكون عندي يعني باور فاكتور محدد وقيمة فولتية الارسال او قيمة فولتية الادخال اللي تكون ثابتة القيمة. اذا القانون هذا دائما راح نشوفه يعني يحسب كنسبة مئوية، فيقول percent V voltage regulation percent VR راح يساوي لي الفولتية عند حالة النو لود، فولتية الريسيفنج VR at no load ناقص VR at full load تقسيم VR at full load في 100%. هنا يجي يشرح لك القيم او معاني هذه الاختصارات. الR هي حالة يعني فولتية الريسيفنج، والان ال هي حاله النولود، والاف ال هي حاله الفلود. فكلامنا كله باتجاه الفولتيه الاستقبال او العفو خلينا نقول الاستلام، فولتيه الاستلام. زين احنا ذكرنا قبل شويه هنا انه كل هذا لازم يحدد ب يعني شرطين. الشرط الاول ان تكون عندك جهه الاستلام ثابته الفولتيه بها، والشرط الثاني ان يكون عندك الباور فاكتور ايضا محدد في المنظومه. فخلينا نشوف شنو تاثير او الايفكت للباور فاكتور مالت الحمل، شنو تاثير الباور فاكتور مالت الحمل على الفولتج ريجوليشن. فراح نشوف هنا بالشكل رقم 5 هذا بالاسفل التاثير للفولتج ريجوليشن على الباور فاكتور، او تاثير العفو باور فاكتور على الفولتج ريجوليشن. بس لازم ننتبه للاشياء الاتيه. اولا انه عند حاله النولود لما يكون عندك الحمل ما موجود، فاكيد راح تكون التيار للاستلام قيمته صفر،
فبالتالي إذا صار عندك تيار الاستلام قيمته صفر، فمعناته أنه فولتية الاستلام الـ VS، هذه الـ VS اللي راح تكون موجودة هنا بالرسم، هي تساوي لك الفولتية عند حالة النولود، هي تساوي الفولتية عند حالة النولود. بالنسبة لخط النقل، طبعا هذا الكلام كله لخط النقل القصير. فإذا نجي نشوف مثلا هذه الأشكال الثلاثة ونشوف تأثر الفولتج ريجوليشن بتغير الباور فاكتور، فإذا نجي نشوف الحجم الأول اللي هو راح يكون عندك باور فاكتور ب تقريبا 0.7 لاجنج، فتشوف ان هنا التيار راح يكون متأخر عن قيمة الفولتية، فبالتالي الهبوط اللي راح يصير على المقاومة IR في الR بهذا الاتجاه راح يكون، والهبوط اللي راح يصير على المحافة راح يكون IR في XL، فراح يصير عندك هنا بالتالي الفولتية VS هذه في حالة النولود راح توصل إلى هذه القيمة. فإذا معناتها إنه إحنا الآن حاليا راح تكون عندي فولتية الاستلام أو فولتية الإرسال هذه أو فولتية الإس في حالة النولود راح تكون عالية جدا. زين، لو كان عندي باور فاكتور يساوي 1 100% أو 1، فمعناته إنه تيار ال خلينا نقول الشبكة مع الفولتية راح يكون بنفس الطور، وبالتالي هنا راح يكون عندك هذا الهبوط الـ IR في الـ R على المقاومة، وهذا الهبوط الـ IR في الـ XL على المحافة راح يكون عمودي عليه، وهذه قيمة الـ VS على قيمة الـ VR، راح تكون الفرق يعني أقل. بينما ممكن يصير عندك هالمرة يعني نيجاتيف فولتج ريجوليشن لما يصير عندك الباور فاكتور متقدم 0.7 ليدنج، فلما يكون عندك الباور فاكتور متقدم يعني عندك التيار هذا راح يكون متقدم عن الـ VR بزاوية معينة، فبالتالي هذا الهبوط اللي راح يصير على المقاومة نفس اتجاه التيار، وهذا الهبوط اللي راح يصير على المحافة عمودي على هذا مالت المقاومة، وهذه هي الـ VS أو الـ VR نو لود اللي راح تنتج بهذه الحالة. فإذا تلاحظ إنه هذا قيمتها راح تكون أقل من قيمة الـ VR. فإذا نرجع للقانون مالتنا هذا اللي بالأعلى اللي شفناه قبل شوية، راح نشوف انه بهذه الحالة هنا لما يكون عندك الـ VS او الفولتية بحالة النو لود اكبر من الـ VR، فاكيد انه راح يطلع عندك قيمة موجبة تقسمها على الـ VR راح تضربه في 100%، راح يطلع عندك voltage regulation موجبة. بينما الحالة هاي، طبعا هاي الحالة نسميها الحالة اللي يصير بها الـ VS او الـ VR نو لود يعني عالية، تكون هذه حالة سيئة يعني حالة غير جيدة. وهذه الحالة هنا الثالثة اللي راح يكون بها التيار متقدم او الفور فاكتور ليدنج، راح تلاحظ انه قيمة الـ VS او قيمة الـ VR at no load هذا قيمتها تكون اقل من قيمة الـ VR او الـ V receiving at load، فبالتالي راح يطلع عندك هنا negative voltage regulation، يعني معناته انه شنو؟ معناته انه الفولتية اللي ترسلها بالاستلام راح تشوفها اعلى من الفولتية اللي ارسلت، يعني مثلا اذا ارسلت 100 فولت بالارسال بالاستلام ما توصل 120. فهذه هي حالة ال نقول يكون بها باور فاكتور متقدم، وإذا عندك هاي الحالة الوسطية اللي يكون بها باور فاكتور يساوي 1، وهي طبعا أفضل حالة للعمل عليها. طبعا بالحالة الأولى هذه الحالة تكون بها النيجاتيف عفوا بوزيتيف فولتج ريجوليشن موجب، راح تكون عندك جهة الإرسال دائما أقل من جهة عفوا جهة الاستلام، فولتية استلامها تكون أقل من فولتية ترسيلها، يعني عندك دائما تصير مفقودات. فإذا أرسلت مثلا 100 فولتية بالإرسال بالشبكة بالجهة الثانية راح تحصلها مثلا قد تكون يعني 85 فولت، يعني يكون عندك فولتية ضاعت بالخط النقل. فإذا هذا هو الفولتج ريجوليشن وال يعني الطريقة الحسابة، واللي هو كله طبعا راح يعتمد في العمل مالك على ايجاد هذه الثوابت اللي وجدناها في البدايه اللي هي قيمه الـ A والـ B والـ C والـ D. اذا نجي نتكلم عن موضوع اخر الان، واذا تلاحظون الان استخدامنا احنا كله تقريبا هندسه قدره، بس لازم يعني احنا نرجع نشوف هذه العوامل او هذه الامور قبل لا نجي احنا نسوي نموذج لخط المثل. إذا نجي نتكلم عن الـ Power Flow Calculation، انسياب القدرة أو حسابات انسياب القدرة. هنا يقول إنه The Apparent Power
at sending and receiving ends بالنسبة للأبيرنت باور القدرة الظاهرية في حالة جهة الإرسال أو جهة الاستلام بالنسبة لمنظومة الثري فيز راح تكون هي كالآتي بالنسبة لجهة الإرسال راح تكون SS نسميها S sending 3 في VSPIS conjugate تمام وSR راح يصير 3 في VR في IR conjugate وهي يعني مقلوب الزاوية من التيار بالنسبة للأكتيف والرياكتيف باور للمنظومة بحالة جهة الإرسال أو جهة الاستلام لمنظومة الثري فيز راح تكون كالآتي PS القدرة الحقيقية المرسلة راح تكون 3 في فولتية الإرسال في تيار الإرسال في كوساين ثيتا اللي هي جهة زاوية الإرسال زاوية بين الفولتية والتيار مال الإرسال والقدرة الحقيقية المستلمة راح تكون 3 في فولتية الإرسال في تيار الإرسال في كوساين الزاوية بين فولتية وتيار الإرسال بالنسبة للكيو أيضا عندي كيو اللي أرسلها أني اللي هي قيمة 3 في فولتية الإرسال في تيار الإرسال في ساين الزاوية بين فولتية وتيار جهة الإرسال وكذلك الكيو المستلمة اللي راح تساوي لك 3 في 3 يعني عندك تفريتز يعني في فولتية الإرسال في تيار عفوا فولتية الاستلام في تيار الاستلام في ساين الزاوية بين تيار وفولتية الاستلام هذه قلنا الثيتا اس هي الزاوية بين تيار وفولتية الإرسال وهذه الزاوية بين تيار وفولتية الاستلام إذا نجي نتكلم أيضا عن الكفاءة في Transmission Line Efficiency كفاءة خط النقل واللي دائما نقيسها بهذا المتغير اللي نسميه اللينتا فهي عبارة عن النسبة بين الفولتية أو القدرة العفو القدرة الحقيقية الريال باور أو الأكتيف باور المستلمة على الأكتيف باور المرسلة فإذا الكفاءة تساوي لك الـ PR بي اللي استلمتها على الـ بي اللي أرسلتها مضروبة في 100 تحسب طبعا كنسبة مئوية إذا نجي نشوف الجزء الرابع من محاضرتنا لهذا اليوم اللي هو راح نجي تكون الخلاصة المحاضرة والشيء أو الهدف اللي احنا نريد نوصل له من محاضرتنا لهذا اليوم اللي هو الموديلينج اوف ذا شورت ترانسميشن لاينز اللي هو نمذجة خط النقل القصير الطول فبالنسبة للموديلينج شورت ترانزيشن لاين راح نجي نستعمل السينسكيب بلوكس راح نجي نستعمل بلوكات السينسكيب حتى نمثل خط النقل ونعمل له نموذج وبعدين نسوي له سيميليشن حتى نشغل عند وضع معين فالان حتى نمثل خط النقل القصير راح نجي نمثل مثل ما موضحي بالشكل رقم 4 هذا الشكل اللي قبل شوية شفناه شكل رقم 4 هذا اللي هو عبارة عن جهة إرسال وعندك خط النقل مثلناه بمقاومة محاذة فقط أهملنا المتسعة اللي تكون على التوازي وجهة استلام فولتية وتيار بجهة الاستلام فهذا هو الخط اللي راح نمثله لهذا اليوم بالمحاضرة مالتنا طبعا مثل ما ذكرنا هنا انه احنا راح نستعمل المقاومات والمحاذات فقط لتمثيل هذا الخط والمكتبات اللي راح احتاجها من الماتلاب هي راح تكون مكتبة السيميلينك راح اجي اخذ السورسز اروح على السورسز اخذ لي ساين ويف يمثل لي المصدر مالت الفولتية وكونستانت احتاجه حتى اشغل البريكر سيركت بريكر ومن مكتبة السيميلينك مكتبة السينكس راح اجي اختار السكوب حتى اشوف الفولتيات والتيارات جهة الاستلام وجهة الارسال ومن مكتبة السيمسكيب Foundation Library الكتريكال سورسز راح اجي اخذ Controlled Voltage Source حتى استعمله ادخل به قيمة الساين ويف ادخلها للمنظومة مالتي الباور بعدين راح اجي اروح على السيمسكيب Semi Power System الميجرمنت احتاج اكيد يعني بعض المقاييس اللي هو راح احتاج الكرنت ميجرمنت حتى اقيس التيار والفولتج ميجرمنت حتى اقيس الفولتيه طبعا جهه الارسال وجهه الاستلام فاحتاج تقريبا اربع ميجرمنت اللي هي تيار الارسال وفولتيه الارسال وتيار الاستلام وفولتيه الاستلام احتاج ايضا السيمسكيب سيمس باور سيستم الاليمنت احتاج طبعا عناصر اللي هي المقاومات والمحاذات فراح احتاج السيريز ار ال سي برانش اللي هو امثل به الممانعة مال خط النقل واحتاج السيريز RLC لود
حتى امثل فيه الحمل اللي راح يربط على المنظومه مالتي، واحتاج البريكر او السيركت بريكر اللي راح يربط لي المغذي او الجنريشن يونت مع خط النقل وجراوند حتى يعني تقرب خط النقل بالاسفل. اخيرا راح احتاج ايضا لمكتبه السيمسكيب سيمي باور سيستم الاكسترا لايبراري، واخذ اروح من عندها على الميجرمنت اخذ من عندها بلوك اسمه الار ام اس حتى اشوف القيمه اللي قستها بهذه المتحسسات او بهذه اجهزه القياس الفولتيه والتيار كقيمه ار ام اس واقارن بين قيمه الفولتيه اللي ارسلتها مع الفولتيه اللي استلمتها والتيار اللي ارسلته والتيار اللي استلمته. بالنهايه الشكل رقم 6 راح يوضح لك كل او طريقه الربط لهذه الاجزاء اللي اخذناها من هذه المكتبات اللي هو هذا الشكل هنا. فاذا تلاحظ انه هذا هنا عندك المصدر راح يروح عن طريق الكنترول فولت سورس، وراح يروح بعدين يروح عن طريق هذا السيركت بريكر راح اجي اتحكم به عن طريق هذا الستيب، او تقدر تخلي هنا بمكان الستيب تخلي اسهل كونستانت تخلي بلوك كونستانت. بعدين راح يروح هنا يعني لمقياس يقيس التيار الارسال وفولتية الارسال على التوازي. هنا الان راح يبدي خط النقل، خلينا نقول من هذه النقطة راح يبدي عندي خط النقل، ومثل ما قلنا انه احنا راح نمثل خط النقل ب منظومة هذا ال 2 بورت نتورك، راح نمثله باستعمال مقاومة ومحافة وحدة تمثل كل المقاومة والمحافة مال خط النقل. هنا عندي بالاخراج راح يكون عندي التيار مالت الاخراج والفولتية مالت الاخراج اللي اخذتها من خط النقل، وهنا عندك هذا راح يكون الحمل اللي راح يربط على خط النقل. هنا هذه طبعا راح تكون عندك الفولتيات اللي تقيس لك هذه باللون الاحمر فولتية الارسال، وباللون الازرق هذه فولتية الاستلام، وهنا هذه بالعكس راح تكون عندك التيارات. هذا عندي التيار باللون الاحمر اللي هو يمثل لي تيار الارسال، وباللون الازرق هذا مثل تيار الاستلام. هنا اذا تلاحظ انه من شغل النموذج انه صار عندك فرق بين القيمة اللي طبعا دخلنا الفولتية 132، فشفنا انه تقريبا 131 point something هي الفولتية اللي يعني ارسلناها خط النقل استلمناها على خط النقل من جهة الاستلام. هنا تقريبا قيمتها 125 كيلو 125 كيلو فولت، فمعناته يكون عندك فولتية ضاعت بخط النقل. يعني معناته راح يطلع عندك الفولتج ريجليشن قيمته موجبة، وهنا عندك هذا الفرق بين تيار الإرسال وتيار الاستلام أيضا. إلى هنا تكون يعني انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، بس أذكركم بس بالبارامترز اللي راح نستعملها حتى نمثل خط النقل هذا. فراح يكون عندك فولتية الفولتية اللي ندخلها هنا بهذا المصدر هي فولتية الماكسيمم في سيندينج ماكسيمم في اس ام اللي هي قيمتها راح تكون في ار ام اس 132 في جذر 2 وبزاوية 26.14 كيلو فولت. انتبه انه هاي الفولتية بالكيلو فولت. الديستانس مال خط النقل راح اخذه قيمته 75 كيلو متر، اللي هو احنا قلنا قبل شوية بداية محاضرتنا انه خط النقل 80 فما دون 80 كيلو متر فما دون هو عبارة عن خط نقل قصير نعتبره، فأنا أخذت خط نقل الطول مالته 75 كيلو متر. الـ R هذه راح تقاس كالآتي، انه لكل يعني لكل كيلو متر عند قيمة المقاومة 0.032، فأضرب هاي 0.032 أو 32 مع الـ Distance اللي هاي موجودة عندي هنا 75 كيلو متر، فراح يطلع عندي قيمة المقاومة الكلية اللي راح اجي اثبت قيمتها هنا او انزلها هنا كقيمة R. والـ L هذه راح تكون هي عبارة عن ايضا عن 0.9284 ملي هنري لكل كيلومتر، فاضربها مع الـ Distance اللي قيمتها 75 كيلومتر حتى يطلع عندي المحافة الكلية اللي راح اجي ادخل قيمتها هنا او اجي ادخل قيمة الـ L كمتغير هنا. من جهة الحمل عندي الحمل البيلود راح اجي اختارها قيمتها 10 كيلوات، والكيو لود اللي ناتج عن المحافه مالت الحمل هي 150 فار، والكيو لود الناتج عن المتسع راح يعني تكون قيمتها 100 فار، وتردد المنظومه اللي راح يشتغل عليه اللي راح اثبته هنا عندي بالمصدر،
وثبت أيضا يحتاج للحمل والآر إس آر إم إس، هذه اللي تقيس لي الآر إم إس فولتج عن كرب، قيمته راح تكون 50 هرتز. شغل المنظومة طبعا وراح يطلع عندك هنا الفولتية، إشكال فولت شكل فولتية الإدخال والإخراج، وهنا شكل فولتية أو تيار الإدخال والإخراج. إن شاء الله هذه يعني وقتها راح ناخذها بالمختبر، نربطها كتجربة، واحدة من التجارب اللي راح ناخذها بالمختبر. وإلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، هذه المصادر اللي اعتمدنا عليها في هذه المحاضرة، اللي يحب يزداد يعني يتوسع بهذا الموضوع. شكرا لحسن إصغائكم، وأهلا وسهلا بكم.